مكافأة كام والله، بس للأسف ما حد يعني طبيعة اللعيبة بتاعتنا في مصر بشكل عام يمشي معاهم اكتر انهي اداء من المدراء الفنيين؟ هل الاداء اللي فيه شيء من التجهم والحد على حد تعبيرك، ولا اللي هو فيه شيء من الصحوبيه مع اللعيبه وقريب منهم؟ شيء من الصحوبيه مصحوبه بشيء من الحزم في الاوقات الحاسمه. ميزه مانويل جوزيه ان انت احنا ما كناش نعرف هو بيصاحب اللعيبه، لانه كنت تشوفه في التمرين بيهزر معاهم، تشوفه في الماتشات زي ما احنا كلنا فاكرين مانويل جوزيه شيء مختلف تماما. صحيح. فهو اللعيب المصري لعيب مودي بطبعه، لعيب بيلعب عشان ينبسط، مش عشان يعني هو مش المدرسه الالمانيه، احنا مش المدرسه الالمانيه، احنا ممكن نبقى المدرسه الاسبانيه الهولنديه اللي هم اللعيبه اللي بتنزل، او البرازيليه اللي هم اللعيبه طبعا مع فرق المهارات، مش الكواليتي ولكن المهارات. احنا بننزل عايزين ننبسط، احنا بنمارس كره القدم وهي في الاساس هدفها الامتاع، امتاع نفسي وامتاع الجمهور. واللعيبه المصريه المنتاليتي بتاعها حتى في الشغل العادي، سيبك من الكوره، حتى في الشغل اللي بيعمل حاجه هو بيحبها بتلاقيه بيجيد فيها اكتر. أكيد. وبيبدع فيها اكتر. طب. والانتاج بتاعه بيبقى اعلى بكتير، على عكس واحد شغال في حاجه ما بيحبهاش مضطر يشتغل فيها عشان ده شغله، ولكن في نفس الوقت لو اشتغل في حاجه تانية بيحبها يبقى الانتاج بتاعه اعلى بكتير. لعيبه الكوره كده. انت بتحسها منين او جبت منين الانطباع بتاع ان اللعيبه بتاعتنا بينزلوا ارضيه الملعب عشان عايزين ينبسطوا؟ ما دي لازم يبقى لها اماره، ما عشان هم ينبسطوا معناها ان في امتاع بيتحقق للمتابعين والمشاهدين، صح كده؟ هم انبساطهم مرتبط بمهارات وبكوره حلوه يفرجون عليها. هل ده متحقق في رايك لحد كبير دلوقتي؟ لا مش متحقق، ولكن متحقق قبل كده. لما نيجي نعمل مقارنه هنفهم انا ليه قلت كده. ايام كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته نوع من المدربين اللي ما كانش بيدي تعليمات صارمه في الملعب بطرق تحركات او بتمركزات، او هو كان بيحدد الوظائف وبيخلي الناس تنزل تنبسط. فهل حد يقدر يقول لي ايام جيل كابتن حسن شحاته حسني عبد ربه كان بيلعب اللي هو بالافكار الجديده بتاعتنا، او اللي هي التاكتكس الجديده اللي دخلت في الكوره اللي هي السته والثمانيه والتسعه ونص والعشرة والكلام ده، حد يقدر يقول لي حسني عبد ربه كان بيلعب ايه؟ محمد شوقي كان بيلعب ايه؟ حسن مصطفى كان بيلعب ايه؟ والامثله كثيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان هم في الاساس كانوا بينزلوا ينبسطوا، هم لعيبه كواليتي عالي جدا مع مدرب عنده فكر محترم ومش بيفرض عليهم ان انتوا لازم تعملوا واحد زائد واحد، مش زي مانويل جوزيه. مانويل جوزيه فيما يخص المباريات كان حازم جدا، ولكن في تعامله مع اللعيبه كان فريندلي جدا في التدريبات، زي مارسيل كولر، رجوعا الى موضوع مارسيل كولر، فريندلي اكتر. عامل ازاي في الماتشات، عامل ازاي في التاكتكس بتاعه، دي حاجه ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، ولكن عندنا مؤشرات بتقول انه مارسيل كولر هو قائد المنتخب النمسا في الفترة الذهبية بتاعتها، اللي هي ما كانش عمره بيتأهل يورو، ما كانش عمره بيتأهل كاس عالم، ما كانش عمره كان مركز السبعين تقريبا في ترتيب المنتخبات، وقدر يأهله دوري أمم كاس الأمم الأوروبية، مش لمجرد ان هو نظم البطولة، ولكن في البطولة اللي بعدها خاض التصفيات وقدر ان هو يتأهل. فدي بقى درب عدد كبير جدا من الأندية، كولن بوخم، جراس هوبرز، يعني درب عدد من الأندية الأوروبية المعروف عنها ان هي بتؤدي، ان لم تكن بتنافس فعلى الأقل هي بتؤدي بشكل كويس، بتبقى مزعجة بالنسبة للفرق الكبيرة زي كولن، زي بوخم. جراس هوبرز خد معاه الدوري، كان بيدرب بازل خد معاه الدوري. فهو في فرق كان بينافس بيها اللي هي الفرق اللي زي الاهلي، اللي زي الزمالك، اللي في انديتها، اللي في سوري في الدوريات بتاعتها اللي بتنافس على اللقب زي بازل، بيقدر ياخد معاهم الدوري. في انديه اخرى دربها هي الليفل بتاعها وسط جدول، بس خلاها فرق قويه، خلاها فرق عندها القدره على ان هي تزعج يعني الفرق الكبيره. هو من الاخر يقدر يطور 100% الكره، وبيقدر يطور اللعب، وبيقدر يطور من مستوى اللعيبه، وده اللي احنا اعتقد في مصر حاليا وفي النادي الاهلي محتاجينه. هو اكتشاف بودولسكي، لما نتكلم عن الاكتشافات اللي اكتشفها، هو اعظم يعني اكتر اكتشاف ريماركبل بالنسبه له ان هو اكتشف بودولسكي. عندنا دلوقتي في الاهلي بنشوف في اجيال جديده طالعه بروميسنج جدا، تالنتس لطيفه نقدر نقول عليها، انا مش عايز يعني احمل الاولاد فوق طاقتهم، سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي او في منتخب الاولمبي او منتخب الشباب، ما بحبش احمل الاولاد الصغيرين فوق طاقتهم، فانا مش عايز اقول ان هم نجوم كبار وبتاع، هم بروميسنج تالنت، عندهم كواليتي لطيفه محتاجه تتطور. عندك هنخص بالذكر بس النادي الاهلي،
عندك محمد مغربي، عندك محمد اشرف، عندك رأفت خليل، عندك زياد طارق، عندك محمد فخري، عندك 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 احمد سيد غريب اللي مشي ممكن نشوفه في المستقبل بيرجع تاني للنادي الاهلي، عندك عدد من البروميسنج تالنتس اللي في النادي الاهلي اللي محتاجه تتطور.